السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده انا بطلع زي كل يوم اطمن على الارانب واشوف الارانب اللي عندي الولدت من اللي ما ولدتش، واطمن على واحده واحده واشوف اطمن عليهم كلهم، يعني اشوف واحده واحده. طبعا انا هخليكم تطمنوا معايا كده ونشوف نعمل ايه مع بعض وهنطمن على الارانب دي. طبعا هي كويسه الحمد لله، دي معاد الولاده بتاعتها لسه فاضل لها يومين باذن الله ان شاء الله. طبعا هنشوف دي كمان لسه مولدتش، ودي لسه مولدتش برده قدامها يومين. بسم الله الرحمن الرحيم، سمي كده وانت بتشوف الارانب. لا لسه برده. بسم الله الرحمن الرحيم، نطمن على الارانب كده ونبص عليها نشوفها لو قاعده كده نشوفها ونطمن عليها لو كنت تعبانه ولا حاجه. ما فيهاش حاجه الحمد لله. لا دي لسه فاضل لها ديت 4 ايام او 3 ايام، وربنا احنا برضو بنبص عليهم الصبح وبالليل. طبعا احنا نطمن على دي بقى برضو ونشوف كده. اوريكم دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم عشان تفرحوا معايا. بسم الله وسموا معايا وما شاء الله، الله اكبر عليها، ولدت ما شاء الله الارنبة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويزيد الناس كلها ويبارك للناس كلها يا رب. بص حبايبي حجمهم حلو ازاي ما شاء الله. بص بسم الله الرحمن الرحيم، بص حجم الارنب قد ايه، بص بص ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ما شاء الله، الله اكبر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، دي ولدت النهارده الصبح. طبعا ايه هوريكم دلوقتي الارانب. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحد ادي اتنين، افرحوا معايا بقى عشان ربنا يكرمكم زي وربنا اللي بيرزق، والحمد لله ده ربنا رزقني. ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7. بسم الله الرحمن الرحيم، ولدت 7 ما شاء الله، حجمهم حلو وكبير، الله اكبر عليهم الحمد لله يا رب يزيد ويبارك. طبعا انا طالعه عشان ارضعها، هي ولدت الصبح وانا حطيت لها طبعا الفرشه زي كل مره اللي بوريها لكم، القش والشعر اللي هي نتفته. اوريكم القش اللي انا عملته، بصوا ازاي يا حبايبي انا حضرت البيت بتاعها ازاي، حطيت لها قش مع الشعر بتاعها عشان يتدفوا وما يسقعوش، اهم حاجه التدفئه، دف كويس ويراعيهم كويس. طبعا دلوقتي عشان ما رضعتهمش الصبح هطلع على ايه افتح لها ترضعهم دلوقتي، عشان انا قفلت عليها بعد ما ولدت، ما تفتحش عليها بعد ما تولد خلاص، سيبها بقى ايه من الصبح لبالليل. ماشي، ولدت بالليل سيبها للصبح وترضعهم عشان هي تستريح وايه وتعرف ترضعهم براحتها. ماشي، وعشان اللبن يزيد عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، دي اول مفاجأة، اوريكم المفاجأة التانية عشان تفرحوا معايا، وانا سعيدة جدا والله العظيم انا فرحانة اللي ربنا كرمني وبص يعني ده رزق من عند ربنا بعتهولي، وانا فرحانة بالرزق اللي بعتهولي ربنا. طبعا انا بقفل عليهم كويس اهو، وطبعا تخلي بالكم ودايما تطمنوا على الارانب كل يوم الصبح وبالليل. تعالوا معايا يا حبايبي كده اوريكم المفاجأة التانية. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نطمن على الارانب نشوفها برضو لو فيها حاجه تعبانه ولا حاجه، ونشوفه تعبان ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، مش حاجه الحمد لله ما شاء الله. هخش في المفاجاه الثانيه بقى معايا وافرحوا معايا، وعقبال يا رب كل الناس تعمل المشروع بتاعي وينجحوا زي ما انا ربنا كرمني ونجحني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هوريكم دلوقتي، بص انا فرشت لها برده الفرشه وهي امت، بص هجيبهم لكم كده جاي على النص، شوفوا حجمهم ما شاء الله حلو ازاي. بسم الله ما شاء الله، سموا كده حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ولدت برده الصبح وانا فرشت لها العروق برده الاثنين ولدوا الصبح. طبعا انا ايه انا هوريكم دلوقتي انا هعدهم معاكم ونفرح مع بعض ونشوفهم ايه عددهم كام. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحد، بص حجمه حلو ازاي ما شاء الله، بصوا بص حجمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي واحد
ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة، ادي تمانية، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي تسعة. ما شاء الله تسعة واكترتهم سمر، ما شاء الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله. بصوا ربنا يزيد ويبارك يا رب. الحمد لله اللي ربنا بيرزقنا. والناس طبعا بتقول لك الحجم صغير، لا ده حجم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عشان سلالة حلوة وكبيرة. انا طبعا السلالة عندي مش صغيرة، مش بلدي، دي سلالة حلوة ونظيفة وكويسة وعلف كويس. انا بأكل علف جيد، واهم حاجة المكان يكون نظيف ومكان كويس ليهم. ماشي حبايبي، انا عرفتكم. بص الارنبة عاملة ازاي والحجمه ازاي، عشان بتقولوا احنا بنفطم على 29 يوم 30 يوم ليه؟ عشان حجمه بيبقى ما شاء الله زاد والمكان بيبقى ضاق عليهم. انا بفطم لو مكان ميزانهم بقى حلو، ميزانهم 900 جرام 850 جرام كيلو جرام، يعني كيلو لازم تبقى عارف، بدل ما يبقى صغير مع المكان على قده، لا افطم بقى وابتدي افطم والقحها اول ما بايه ان شاء الله كده، يعني بريحها كده اسبوع. لو هي جايبه لي حجم كبير زي كده بريحها 10 ايام 15 يوم، اهم حاجه لصحتها عشان ما اخسرهاش. طبعا انا اهم حاجه عندي ان انا لو جايبه لي 2 او 3 او 4 انا بحاول ارقحها بعد 5 6 ايام 7 ايام بالكتير ليها. ليه؟ عشان ما جابتش عدد كبير، تبقى هي مش هتتعب معاها مع العدد الصغير اللي هي جابته. يبقى هي ايه كده هغطيهم كده وادخلها ايه ترضحه. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا برضو وافرحوا معايا كده. وبسم الله اعدل لهم بس الفرشه عشان ادخلها ترضع. بسم الله الرحمن الرحيم، اجيبهم في النص كده عشان بيجروا كده وبيجروا كده، اجيبهم في النص كده اهو يا حبايبي. بص بقى، بص اللي يجري كده ويجري كده، لا اجيبهم في النص عشان تفتح عليها. طبعا انا بفتح عليها عشان تخش ايه تردع الخمس دقايق اللي انا قلت لكم عليها. خشي، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، خش بسم الله، استني كده، بسم الله بسم الله، خش ما تخافيش، بسم الله بسم الله ما شاء الله عليك، بسم الله. اقفل عليها كده، ايه مش عايزه تخش ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليك، ايه بسم الله، سمي كده سمي، خش 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 ما تخافيش، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه تخش ليه؟ خش كده لوحدي، خشي لوحدي كده وانا هقفل عليها. خشي هما نعدلهم على ما هي تخش. بس انا ايه بص اعمل لها ايه بقى دلوقتي، احاول ادخلها عشان هي مش عايزه تخش، عشان ما تسيبش عيالها. هقفل عليها كده وتسيبها خمس دقايق ترضع ايه عيالها حبايبي، واقفل عليها كويس عشان ما تنطش. طبعا حبايبي عشان عندي الارنبه واحده نطت من العالي هنا، وطبعا طلعت على السلاكه فوق ونطت في الارض، طبعا رجليها ايه اتكسرت. طبعا انا مش عايزه اي حد يقع في الغلط، انا ساعات بنسى، يعني انا لو نسيت حاجه وقفلتهاش عليها بطلع الاقي مثلا واحده طلعت فوق كده ونطت وراحت نطت في الارض، ما نطت راحت ايه رجليها اتكسرت. طبعا انا كده خسرتها، وانا الايه الذنب عليا انا. طبعا انا هدخل الثانيه تردع برضو عيالها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي كده. خشي بسم الله الرحمن الرحيم، اهي دخلت لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم، واقفل عليها كده كويس يا حبايبي عشان تبقى عارفين. بعد ما تردع يبقى احنا ايه نطمن ايه عليهم. طبعا يا حبايبي انا هقول لكم دلوقتي، اقول لكم دلوقتي ايه عن التاريخ نكتبه اللي هي بتاعه الولاده. النهارده 21/10، طبعا هنكتب ايه اليوم اللي ولدت فيه عشان نعدلها، نشوفها هتفطم امتى وعيالها عملوا قد ايه، ونشوفها هنلقحها امتى. ماشي يا حبايبي، هيبقى نكتب 21/10. بص يا حبايبي التاريخ انا كتبته اهو، وهكتب برضو للتانيه عشان ما انساش.
خليكوا اول ما تلقحها تكتب التلقيح اليوم اللي انت لقحتي فيه، اليوم اللي ولدت فيه برضو تكتب التاريخ بتاعها. احنا لقحناها وادي ايه، ادي 21/10. انا بكتب على علافه كده عشان ما انساش طبعا، قدام عيني على طول. ماشي يا حبايبي. طب انا هعرفكم دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا انا عندي فرشه العرقوب دي انا بفرشها دايما للارانب بس اسبوع واحد. انا عندي سبعه جايباهم، بفرش للحضانه دي دولت سته، بفرش لهم اسبوع وبعدين بشيلها واحطها للسلكات الثانيه اسبوع واريح رجليهم اسبوع واحد. كل اسبوع بشيل البتاعه اللي هي بتاعه العرقوب واحطها برده ايه في السلكات الثانيه، واحط للثانيه برده، يعني بريح كل واحد اسبوع رجليه عشان ما يجيلهمش ايه عرقوب في رجليهم. تبقى انت كده بتحافظ عليهم. بس قبل ما تحطها من مكان لمكان بطهرها على طول بالدازانول وباليود، بنضفها على طول وبغسلها. ماشي يا حبيبي، عشان تبقى ايه نظيفه على طول باستمرار. طبعا دلوقتي انا عرفتكم كل حاجه وفرحتوا معايا، وطبعا اي حد عايز يسالني اي سؤال عن اي حاجه مش عارفها يبعتوا لي في التعليقات، وانا عن نفسي اقول لكم وارد عليكم على كل سؤال مش عارفينه. وامشوا خطوه خطوه وتنجحوا زي ما انا ايه ناجحه والحمد لله، وده رزق من عند ربنا. ودلوقتي اقول لكم ايه، تصبحوا على خير. وطبعا قبل ما اقول لكم تصبحوا على خير، اعملوا لي ايه لايك واشتركوا لي في القناه وشوروها ودوسوا لي اشتراك وشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله.